مشاهدينا الكرام ومتابعين على صفحة تيك ميل العربية، معكم المحلل التقني جوزيف ظهرية. أهلا وسهلا فيكم بهذه التغطية المباشرة عن افتتاح الأسواق الأوروبية. مثل ما بتعرفوا يعني من وراء تداول الفار إيست تقريبا، يعني بتوقيت الميدل إيست أو الشرق الأوسط، هون عم نتكلم نحن على وجه الصبح بيكون عم يتداول سوق الفار إيست اللي هو سوق طوكيو وسوق أستراليا ونيوزيلندا، وبكون أبرز التحركات طبعا الين الياباني الأسترالي دولار نيوزيلندي دولار. وعند الساعة 10 صباحا أو 11 بتوقيت السعودية بيدخل أو بيفتتح السوق الأوروبي اللي هو نتوقع تذبذب أو تقلب على الأزواج الرئيسية مثل اليورو دولار وغيرها من العملات مثل الاسترليني أيضا والمؤشرات والأسهم الأوروبية. فبهذه الحالة هلأ طبعا بيبتدي نهارنا نحن عند دخول الأسواق الأوروبية، وعند الساعة 3:30 أو 4:30 بتوقيت السعودية بيرجع بيدخل السوق الأمريكي، وبيفتتح أيضا محرك السوق المالي اللي هو الدولار الأمريكي طبعا مع تقلباته والأخبار اللي بتصدر والبيانات في الولايات المتحدة طبعا اللي هي بتحرك معظم الأزواج الرئيسية الموجودة عنا على منصة التداول. نحن بهذه الحالة بنبتدي نهارنا عند دخول الأسواق الأوروبية، وبنحلل أو بنبتدي نحلل الأزواج الرئيسية مثل العملة الأوروبية الموحدة، زوج اليورو دولار والسترليني دولار ومؤشر الداكس الألماني. إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه المحاضرات. رح مر هلا على الرسوم البيانية ونحلل تقنيا وباستعمال بعض المؤشرات وموجات إليوت واستراتيجية الفيبوناتشي تحديد الاتجاهات لنشوف جلسة تداول اليوم اللي هي نهار الثلاثاء كيف ممكن تكون عندي الاتجاهات، وكيف تقريبا يعني تحليل الأسواق أو اتجاه العملة الرئيسية مثل اليورو وغيرها. قبل دخولي للرسوم البيانية بشكل روتيني، بتعرفوا انه بحذركم من المخاطر على طول، وبدي اقول لكم انه الفوركس وسوق العملات بشكل عام طبعا المخاطر فيه عاليه، فلازم الشخص يكون عنده الخبره المعينه والرغبه في المخاطره، وانه ممكن يتحمل خسائر طبعا تزيد عن مبالغ الايداعات في يعني هذه الحاله طبعا بتحصل في حال اذا تركنا مراكز في نهايه الاسبوع وافتتح سوق نهار الاثنين باسبوع تداول جديد على فجوه سعريه وكانت طبعا بالاتجاه المعاكس للمركز اللي داخلين فيه. بالنسبه لهذا الموضوع طبعا بشكل روتيني، بتعرفوا انه انا بحب مر على الاجنده الاقتصاديه. اليوم كان عندي الار بي زد انفليشن اكسبكتيشن اللي هي تقريبا فوائد على نيوزيلندي دولار اللي هي متوقع كانت 2.1%، وعم نشوف شو ممكن يكون الرقم الحالي. بدكم تعرفوا انه الاسترالي والنيوزيلندي هن هاي يلد كارنسيز، هن العملات اللي فوائدهم عاليه وبتقدم فوائد او انترست ريتس عاليه في بلدهم، فهيدي الامور طبعا بتجذب المستثمرين للدخول بهذه العملات اكثر من اليورو دولار والسويس فرانك وغيره من العملات. فبهذه الحاله طبعا هن الهاي كارنسيز يسموا او الكارنسيز او العملات اللي بيقدموا فوائد اعلى من غيرهم. طبعا بهذه الحاله اي متى بنشوف او بنشهد ارتفاع لهذه العملات اكثر من غيرها؟ لما يكون عند الريسك سنتمنت اوف، يعني لما الاشخاص يخرجوا من الاسواق الاسهم يعني مثل الاس بي 500 وغيرها من المؤشرات والاسهم، لما يخرجوا منهم ويكونوا عم بيستثمروا بالعملات بشكل رئيسي، بتلاحظوا انه الاسترالي والنيوزيلندي بيرتفعوا اكثر من اليورو دولار والسترليني دولار. وغير بيانات اليوم عند تريد بالانس على المانيا رح تكون هلا عن قريب رح تصدر، هي هاي امباكت عندي ميديوم امباكت عفوا عندي فادز باول سبيتش اللي هو احد طبعا الممبرز تبع يعني فدرال ريزيرف او البنك المركزي في الولايات المتحده. عندي الجولتس جوبز اوبننج اللي هي انا برايي ممكن تحرك اليوم اذا بدكم، ولكن الارقام ما كثير فائقه، ولكن الامباكت او التاثير على الاسواق الماليه مرتفع جدا، وبدنا ننتبه من التحركات او التقلبات اللي ممكن تحصل عند الساعه 4 بتوقيت او الساعه 5 بتوقيت السعوديه، يعني 4 بتوقيت قبرص وبيروت. بهذه الحاله بدي ابتدي برسوم البيانيه ونشوف اليورو دولار زوج اليورو دولار مع هذا الانخفاض اللي عم بيحصل، يعني اذا بدكم بعده السوق ضعيف، بعده عم بين اليورو دولار انه هو عم بيضعف اليورو امام الدولار الامريكي، وعم نستهدف مستويات وتعاون جديده يوم بعد يوم. بهذه الحاله انا اخر سيناريو عندي للاتجاه الصاعد هو انه نرجع نستهدف مستويات ال 118.50. بشكل عام مستوى ال 118.50 هي المستويات اللي هي انخفاض، خليني اقول يعني تقريبا موجة رقم 2 من موجة رقم 3 اندفاع. ما بدي ادخل بتفاصيل موجة اليوت، ولكن اللي بدي اقول لكم اياه انه 118.50 هي
اخر سيناريو او اخر امل على انه الاسواق اليورو دولار يرجع يرتفع ويلاقي منطقه دعم مهم جدا قرب هذه المستويات 118.50. انا بفضل انه جرب عليها مركز شراء، وانا موقف الخساره هو يعني ستوب لوس او انفاليديشن ليفل، هو في خساره تحت مستويات ال 118.00، يعني عم نتكلم على 50 بيب او 50 نقطه توقف خساره. بهذه الحاله طبعا اذا في حال نحن ما بدنا نرتفع موجه اندفاعيه ونرجع نرتفع لمستويات نستهدف مستويات ال 120 و 125 عن جديد، اقله لازم نعمل ثلاث موجات تصحيح، يعني 3 باونس 3 ويف باونس او ثلاث موجات تصحح هذا الانخفاض كله من مستويات ال 123 لتقريبا ال 119 وال 118. هذا التصحيح يعني بكون يعني بشكل ثلاث موجات منا اندفاعية ولكن بسيطة جدا، ممكن تستهدف أقله مستوى 120.50 إذا تم اختراق نرجع نبش على مستويات أعلى. طبعا السيناريو السلبي هو إغلاق تحت مستويات 118، نرجع نبش على سيناريو سلبي لنستهدف مستوى 110 و 111 على المدى الوسط للمدى القريب طبعا، لأنه إذا في حال أغلق تحت مستوى 118 بيصير عندي فري فول لهذه المناطق، يعني عندي انخفاض سريع بيصير عندي وبيضعف فورا اليورو أمام الدولار الأمريكي وبشكل سريع. بالنسبة لعملة الاسترليني أو الباوند، يعني كمان كان عندي بعض ضعف واضح على هذه العملة. بالمبدأ الخط الدعم تم اختراقه بشكل واضح هون عندي، يعني اذا في حال بدنا نرتد عليه هو بيسائر على مستويات 138. يعني هلا كمان مثل زوج اليورو دولار تحليلي له بقول انه اذا في حال بدنا نبتدي موجه تصحيحيه ممكن نرجع نستهدف مستويات يعني ال 134.50 اللي هي اخر قاع ارتفعنا منه لهذه العمله، اللي هي هذا القاع بالضبط لا يعني اللي ارتفعنا منه ابتدينا موجه اندفاعيه لمستويات ال 143. فاذا في حال نحن بنرجع نستهدفه طبعا نستهدف هذه المناطق او قرب هذه المناطق اللي هي وصلنا لها تقريبا. فانا برايي اذا في حال بدنا نفكر بمركز شراء ممكن هذه المستويات 134 وشمعه يوميه اغلقت تحت هذا الخط او خط مستوى 134.50 ترجع بتعطيني فري فول واشاره سلبيه، اذا لا ممكن نرجع نرتد لا اقله نرجع نزور مستويات 139 اللي هي مستويات خط الدعم اللي كان عمره اكثر من سنه ونص للاسترليني دولار اللي خليه يرتد من ادنى مستوياته من مستوى تقريبا ال 124 او ايضا من مستويات ال 112 اللي سجلناها في البريكزيت او البيك اللي يعني اخر قاع سجله الاسترليني دولار. بهذه الحاله هون مستويات ال 134.50 ممكن نشهد منها ارتفاع، يا اما 3 باونس او 3 ويف كوركشن او 3 موجات تصحيحيه، يا اما ممكن نرجع نبلش موجه اندفاعيه، ولكن لازم يرجع السعر يشتغل فوق خط الدعم لنرجع نحن نتاكد انه فريق الثيران رجع سيطر على هذا الرسم البياني وابتدينا بموجه اندفاعيه جديده. بالنسبة للدولار ين عم نشهد انخفاض ومثل كأنه إشارة انعكاسية على هذا الرسم البياني انه ممكن نرجع نشهد انخفاض جديد. طبعا نحن على المدى الطويل بعدنا وبعدنا نصر على انه نحن مستويات ال 111 او 111.50 هي وقف الخسارة والانفاليديشن ليفل للسيناريو الهابط عندي، وبعدنا نصر على انه ممكن نرجع نزور مستويات ال 105 عن جديد لا اذا في حال تم اختراق نرجع نستهدف مستوى ال 195 على زوج الدولار ين. بهيدا الحال نتوقع الدولار الامريكي عم يضعف امام الين الياباني، الين الياباني بيشتغل كسيف هيفن كملاذ امن بين العملات كلها هو والفرنك السويسري، فبهيدا الحال ممكن يحصل عندي تشنجات وعم بربط طبعا انخفاض هذا الزوج باحداث ممكن انه تحصل يعني باي دوله من الدولات العظمى. فبهيدا الحاله التشنج عم نتكلم مش حرب، مش بالضروره حرب ولكن تشنجات سياسيه فينا نقول مثل ما بيحصل هلا بين ايران والولايات المتحده من وراء البرنامج النووي، وايضا بين الولايات المتحده و خلينا نقول نورث كوريا. فبهذه الحالة ممكن هذه التشنجات ترجع ترفع الطلب على الين الياباني كملاذ آمن بالنسبة للعملات، وترجع تأخذ الدولار الأمريكاني باتجاه هابط أمام هذه العملة لنستهدف مستوى 105 و100 على المدى القريب. هذا بالنسبة للدولار ين والفرنك السويسري. طبعا بتلاحظوا ارتفاع مهم جدا مع انخفاض اليورو، بما أن الدولار السويس بيمشي عكس اليورو دولار يعني بشكل أو آخر، إذا بتلاحظوا الكوريليشن هي تقريبا 80% أو 90%، فهذا الارتفاع اللي عم نشهده نحن بالدولار سويس هو نفس الانخفاض اللي عم نشهده بزوج اليورو دولار.
بهيدي الحاله طبعا بعد ما اخذنا اشاره سلبيه على انه ممكن نرجع ندخل باتجاه هابط، ولكن ممكن مثل ما قلنا اذا في حال زار اليورو دولار 118.50 ممكن بهيدي الحاله نرجع نزور مستويات ال 100.096 تقريبا للدولار سويس، ومنها نرجع ننخفض عن جديد بموجه تصحيه او ثلاث موجات تصحيه، يا اما بموجه اندفاعيه لنرجع نستهدف مستويات واطيه. فبهيدي الحاله اليورو دولار بيكون وصل لمستويات تقريبا مهم ال 118.50 لنرجع نبش على موجات ارتفاع من هذه المستويات. بالنسبه للبيتكوين دولار كانت ارتدت من مستويات 9900 اللي هي قرب ال 10000 دولار سايكولوجيكال ليفل طبيعي، يعني بكل بساطه في عندي ارقام معينه مثل السايكولوجيكال ليفل انا بخدهم بعين الاعتبار بتحاليلي التقنيه، مش بس على الرسوم البيانيه وشموع يابانيه وبعض استراتيجيات المقاومه والدعم، ولكن طبعا السايكولوجيكال ليفلز او المنطقه اذا بدكم اللي هي بتكون عندها مثل رقم يعني هيك مثل 10000 على سبيل المثال، مثل على اونصه الذهب كانت 1000 دولار للاونصه او 2000 دولار للاونصه، مثل على سبيل المثال اسعار النفط 70 دولار بالضبط او الى اخره. فبهيدي الحاله طبعا عند السايكولوجيكال ليفلز اللي هي قربت على 9900 وابتدت ترتد منه، ممكن نرجع نرتد ونكون انهينا خمس موجات ارتفاع من اخر قاع لاخر قمه، نرتد بثلاث موجات تصحيه لنرجع نزور مستوى 8200 او 8000 بشكل عام قبل ما نرجع نرتفع بموجه جديده لنستهدف مستويات ال 11000 و 13000. بكون سجلنا اي بي سي او 1 2 3 4 5 على العمله الرقميه المشفره البيتكوين لنستهدف مستوى 13000 بشكل عام. كنت تكلمت انا من مستويات ال 6000 على انه ممكن نشهد ارتفاع لهذه العمله الرقميه المشفره. اليوم يعني كانوا عاملين مقابله مع بيل جيتس اللي هو تقريبا صاحب شركه مايكروسوفت، فبقول انه يعني طبعا بتعرفوا الملياردير بيل جيتس اللي هو طبعا بيستثمر ايضا بالاسواق الماليه، عم بقول اذا في عندي اي طريقه انا هينه او سهله للدخول ب ضد العملات الرقميه المشفره لدخلت فيها. فبهذه الحاله هون عندي يعني مثل تناقض بين الرسوم البيانيه او التقنيه اللي عم تعطيني اشاره شراء بعد اكثر للعمله الرقميه المشفره، وكبريء الاسواق والمحللين اللي عم بيقولوا انه ممكن انه يدخلوا فيها بمراكز بيع ويرجعوا يستهدفوا فيها يعني اسعار اوطى للبيتكوين او العمله الرقميه المشفره او الكريبتو كارنسي بشكل عام. هيدا بالنسبه للبيتكوين. بالنسبه لاسعار الذهب بعد منتظر موجة انخفاض، أنا بعد منتظرها أقلها وخليها تكون موجة رقم 2 لمستويات 1308-1305 نستهدفها عن جديد إذا في حال بدنا نبلش ارتفاع. كنت أمس قلت لكم عنها أنا يعني موجة انخفاض لمستويات 1308-1307 قبل ما نبتدي ارتفاع جديد وارد جدا، وطبعا إذا في حال تم اختراق هذه المستويات اللي هي مستويات الدعم خلينا نقول اللي عم تتداول تقريبا كموجة رقم 4 اللي هي مني أنا محبذة أبدا لسيناريو الصاعد، اللي هي بتعتبر أنه موجة رقم 4 أو يعني موجة تصحية أفقية ميلة على ارتفاع. ممكن بهذه الحالة تلاحظوها أنه كانت موجودة عندي سابقا على أسعار الذهب وابتدينا انخفاض، وطبعا نفسها تقريبا عم تركب أمامي هلأ هون بهذا السيناريو، ونتوقع أنه ممكن نرجع نشهد انخفاض لمستويات 1296 وأيضا 1286 بهذه الحالة. فبنكون أنهينا خمس موجات انخفاض 1 2 3 الأكبر والأضخم والأطول إذا بدكم وويف 4، وهلأ عم ننخفض بويف 5 لنستهدف مستويات أوطى. فبهذه الحالة ترقبوا ممكن بعد لو على جميع الأحوال لأسعار الذهب، ممكن تكون هذه الانخفاضات او اخر موجه ممكن تكون لموجه 1307-1305 وتكون ترانكيتد هذه الموجه تسمى بموجه اليوت قبل ما نبلش ارتفاع جديد لمستوى 1341. هيدا بالنسبه لاسعار الذهب. بعد عندي تقريبا نشهد ضعف شوي صغير من هذه الارقام قبل ما نبلش ارتفاع جديد. بدي مر على زوج يبتدي ب الدولار الامريكاني مثل الدولار كاد، شهدنا ارتفاع شوي ضخم يعني في جلسه فار ايست من وراء المرحله الافقيه مثل ما لاحظتوا ارتفاع،
طبعا قلنا من ورا ما ندخل بمرحله افقيه، يعني اذا كان الاتجاه صاعد ودخلنا مرحلة افقيه البروبابيليتي انه تكفي اتجاه او كونتينيويشن ترند تسمى، يعني بنكفي اتجاه الصاعد. واذا كان اتجاه عام هابط مثل ما بتلاحظوا هون ودخلنا بمرحله افقيه، بتلاحظوا انه ايضا البروبابيليتي والاتجاه المحبذ هو تكمله الاتجاه او الاتجاه العام الهابط. فبهيدي الحاله هلا ممكن نستهدف مستويات اعلى، وانا برايي بالنسبه للدولار كاد بعد ما داخلين بمرحله افقيه على رسم بياني اليوم اللي ممكن نستهدف فيها دبليو اكس واي، ونرجع نستهدف فيها مستويات ال 134 قبل انخفاض هذا الزوج عن جديد. فبهيدي الحاله 134 او 133 هذه المستويات لخط المقاومه قبل ما نبتدي موجه جديده لمستويات ال 119 و 120. فهيدي بالنسبه للدولار كاد اللي هو ممكن نشهد بعد موجه ارتفاع فيه. هذا الشيء بيشكل اذا بدكم بريشر او ضغط على اسعار النفط اللي ممكن نرجع نشهد فيها او نشهد عليها انخفاضات من هون لنرجع نستهدف مستوى ال 65 للبرميل النفط، وبنكون طبعا انهينا موجه لعام خمسه من النفط واسعار برميل النفط. وبننتظر ايضا الدولار كاد بما انه طبعا في عندي عليه او كورليشن مباشره بين النفط والدولار الكندي، فبهيدي الحاله عند التفاف واتجاه معاكس من الدولار كاد من مستوى ال 132 بيرجع بيعطيني قوه دعم او قوه او سيناريو اخر لشراء النفط. ولكن اذا ما تم هذا الانعكاس بالدولار كاد نتوقع انه اسعار النفط ترجع نشهد عليها ضغط من هون وسيلينج بريشر لنرجع نخفض لمستويات ال 65 وايضا مستويات ال 61 على المدى الوسط للمدى القصير. هذا بالنسبه للتغطيه المباشره الصباحيه اليوم، بتمنى لكم نهار مثمر. 8/5/2018 كان معكم المحلل التقني جزر ظهري من شركه تكمل. ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه التغطيه المباشره الصباحيه اللي هي عم نوعيكم، عم نجرب انه نوعي المستثمرين والمضاربين على اتجاهات الاسواق الماليه وياخذوها بعين الاعتبار قبل دخولهم باي مركز، وطبعا لا يعرف يحدد وين وقف الخساره والاتجاهات العامه المنتظره. عم نشهد هلا انا وعم بتكلم عم نشهد ضعف شوي لزوج اليورو دولار لمستويات ال 119، رح يتم اختراق اخر قاع ايضا سجلناه وايضا اسعار الذهب كمان. فبهيدي الحاله انتبهوا من انخفاضات امام الدولار الامريكي لبعض الازواج والعملات الرئيسيه على منصه التداول اليوم قبل ما نرجع نلاقي دعم جديد ومستويات دعم لندخل بسيناريو صاعد عن جديد. بتمنى لكم التوفيق وبشوفكم بجلسة بعد الظهر إن شاء الله باستراتيجية بسيطة أو بتغطية مباشرة على عملة معينة أو حد أو سلعة معينة لنحللها بشكل دقيق وبتفاصيل مملة. بتمنى لكم نهار مثمر، إلى اللقاء.